عايزين نعرف اكتر عن المشروع القانون اللي حضرتك انتهيت منه، وايه يا ترى المقترحات اللي هتحفز فعلا مواطنينا انهم يتفاعلوا مع الاستراتيجيه دي ويكتفوا بتفضيل. وحضرتك ما هو الزرار هندوس عليها هتحل أكيد. المشكله السكانيه، طبعا هي كلها سبل المشكله السكانيه، انها من المعروف بمكان انها قضيه خطيره كما وصفها السيد الرئيس طبعا. مرارا وتكرارا، واحنا بنوصفها برضو ايضا انها مشكله كبيره ومشكله عويصه، وهي بتترتب عليها كل المشاكل ده حقيقي. الاخرى، عجز الموازنه سبب الزياده السكانيه، مشاكل صحه، مشاكل تعليم، كله لو احنا اقتصادية، عملنا حاجات ترشيد كتير. في المشكله السكانيه هتتحل بطريقه موضوعيه. ايوه احنا مشروع القانون اللي مقدمينه اسمه تنظيم او مشروع قانون بتنظيم المجلس القومي للسكان والتنميه. تمام. احنا عارفين انه في مجلس قومي للسكان، لكن احنا بنعمل مشروع بتعديل المجلس القومي للسكان بطريقه تشكيله. ده مشروع قانون لسه ما زال محال الى اللجنه، ومقدم مني ومن 60 عضوا اخرين، يعني 10 اعضاء المجلس. وده النصاب القانوني عشان اي مشروع قانون يقدم من عضو من الاعضاء. حضرتك متوقع انه يقر بالفعل؟ ويعني احكي لنا والله اكتر لسه عن احنا محتواه حضرتك يعني. لابد ان يخضع لحوار مجتمعي. القانون بيشوف ايه السبل والطرق لتعزيز او حل مشكله السكانيه بطرق موضوعيه، بيشوف اجتماعات، بيشوف رجال الدين رايهم ايه، بيشوف الدور الاعلامي، منظمات المجتمع المدني. في ادوار كتيره مفقوده في المشكله السكانيه. هي في الفكرة ادوار سيادة نائب بصراحة جميلة، عجباني يعني، لأنه فعلا هي محفزة. لو هيبقى في حاجة إيجابية، محتاج الموضوع فعلا تحفيز أكتر من أفكار جديدة خارج الصندوق. وحضرتك ده اللي هنخضع له اثناء النقاش، يعني حضرتك كل اللي بيسالني بيقول لي ايه؟ بقول له كل حاجه وارده في النقاش اثناء ده هيخضع لحوار مجتمعي موسع. بنعمل جلسات استماع في اللجنه، هنشوف ايه الممكن والمتاح، والحكومه بتبقى موجوده ممثله في الوزارات المعنيه، الصحه والسكان، هي وزاره واحده، وايضا التضامن الاجتماعي، والهيئات كلها الكل اللي بتشتغل هيتناقش في ويشارك تنظيم في الحوار. بس برضو زي مثلا يعني برضو حابين نعرف يا ترى ممكن يكون المقترحات دي شكلها يعني ايه؟ حضرتك وليكن احنا بندي مكافاه مثلا، حاجه ماديه. حاجه المكافاه ماديه، دي احد السبل، احد الخيارات، سواء ماديه او معنويه او ترقيه في الوظيفه اذا كان يسمح. كله حضرتك خيارات مفتوحه، وهنجتمع وهنتحاور فيها وهنصل الى الامثل باذن الله في الحوار، لانه لابد ان يكون هناك حوافز ايجابيه لمن ضروري. يلتزم. واما الحوافز السلبيه حضرتك احنا مش هنتطرق لها لانها غير دستوريه وهيطعن عليها بعدم الدستوريه. ما اقولش مثلا اللي ما يلتزمش هشيل منه مجانيه التعليم مثلا، هتبقى هنا غير دستوريه. لكن ممكن برضو يبقى في زياده وعي اكتر وتعريف المجتمع حضرتك بالاثار ما السلبيه للزياده ده السكانيه. الدور الاعلامي لازم يبقى فيه ده اكيد. الوعي، المجتمع المدني، رجال الدين، الازهر بالظبط والكنيسه، بالظبط كله ده لابد ان يتكاتف لحل مشكله عويصه هي فعلا. بتمثل عصب كل المشاكل اللي موجوده في مصر. نتمنى ذلك.